عرض مسرحي فيه قصة بتحمل الكثير من القيم، بدءا من حب الوطن، كيف بنحبه نحن صح بالنظافة، كيف بنحبه نحن صح بإخوتنا، كيف بنحبه نحن صح بأنه نعرف المعلومات اللي نحن عن جد ممكن من خلالها نكون مساهمين بشكل فعلي بهذا الوطن. كل هذا الشيء عم يتجسد من قيم ومفاهيم اكتسبوها الأطفال من خلال المسرح اليوم. فاليوم فينا نقول هو تتويج لجهود هدول الأطفال. اليوم هو العرض الختامي لنادي المسرح لأطفال مركز نحل المجتمعي. هاي المسرحية انشغلت من قبل نادي المسرح للأطفال ضمن مركز نحل المجتمعي. حبينا نورجي للناس نموذج من الأطفال، نموذج واعي، نموذج متعلم، نموذج حب يوصل لكل الناس من خلال هاي المسرحية عدة رسائل مجتمعية. كان دوري بالمسرحية جندي وكتير فرحان إني مشارك بهالمسرحية. حبيت المسرحية كتير وكان دوري بالمسرحية مأزية. حبيت المسرحية كتير وأتمنى كل الجمهور يشوفنا وتعجبه المسرحية، اشتغلنا عليها كتير. وكان دوري بالمسرحية طبيبة. دوري بالمسرحية طبيب عالم، بس بحب كتير المسرحية وعجبتني كتير واتمنى كل الجمهور يعجبهم. كان دوري بالمسرحية قائد الأشرار ومبسوطة كتير بالمسرحية.